ينضم إلينا من كييف مفدنا إبراهيم حسناوي، ومن واشنطن مراسلنا مجدي يزجي. أهلا بكم. أبدأ منك إبراهيم مفدنا إلى العاصمة كييف، يعني أبرز العمليات العسكرية التي تدور اليوم وتحديدا في إقليم دونباس والذي يشهد التركيز الأهم الآن بالنسبة للقوات الروسية. بالمروج فعلا كانت هناك الكثير من التطورات العسكرية سواء في إقليم دونباس أو في خاركيف أو حتى في الجبهة الجنوبية في أوديسا تحديدا. دعيني أبدأ من أوديسا، حيث أعلنت السلطات المحلية هناك بأن صاروخا أطلقته القوات الروسية من شبه جزيرة القرم استهدف مدرج المطار، مطار أوديسا الدولي، ودمره بشكل شبه كامل. لم يعد بعد هذه الضربة المطار صالحا للاستخدام، لكن هذه الضربة لم توقع قتلى في هذه المنطقة، ربما لأن السلطات الأوكرانية أخذت احتياطاتها وكانت على علم بأن المطار هو أحد الأهداف التي ستوجه لها روسيا صواريخها. في باقي الجبهات ما زال الجيش الروسي يعزز وحداته العسكرية ويشن هجوما ضد القوات الروسية في إقليم دونباس. أفادت المصادر أو هيئة الأركان هذا المساء بأن القوات الروسية شنت عدة هجمات سواء في منطقة دونباس في لوغانسك ودونيتسك، وحاولت التقدم باتجاه تلك المناطق خاصة في شمال لوغانسك، محاولة اختراق الدفاعات الأوكرانية لكنها باءت بالفشل. خيرسون أيضا كانت محل مواجهات بين الطرفين. ما زالت القوات الأوكرانية تقول بأنها ما زالت ترد القوات الروسية عن بعض المواقع القليلة التي ما زالت تسيطر عليها في تلك المناطق، لكن في المقابل القوات الأوكرانية أعلنت هذا المساء بأنها استطاعت أن تستعيد السيطرة على 3 قرى في منطقة خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية، رغم أن القوات الروسية ما زالت توجه قذائفها المدفعية والصواريخ باتجاه المدينة. حسب آخر المعلومات القوات الروسية باتت تبعد سوى 20 كيلومترا عن مدينة خاركيف الاستراتيجية. في باقي المناطق هنا في كييف والمناطق الغربية ما زالت الأوضاع بشكل عام هادئة باستثناء سفارات الإنذار التي تدوي بين الفينة والأخرى لعدة أسباب، من بينها ربما تحليق الطائرات أو المقاتلات الروسية في الأجواء الأوكرانية. نعم، أتحول إلى مجدي يزجي من واشنطن. الموقف في واشنطن مجدي، خصوصا بعد التصريحات الروسية من وزير الخارجية سيرجي لافروف والذي عبر عن استبعاد موسكو اللجوء إلى أي حرب نووية، وأيضا الحديث عن تجميد أي حوار دبلوماسي حاليا مع واشنطن. مروج، التصعيد الروسي مستمر، يعني ليس فقط ميدانيا وإنما أيضا كلاميا، ودائما التلويح بالورقة النووية. الطرف الوحيد فقط الذي يشير حتى اللحظة بالتهديد النووي هو موسكو، لا حديث عن التهديد النووي من واشنطن مطلقا، لا حديث عن التهديد النووي من حلفاء واشنطن في أوروبا بتاتا. هذا التهديد والتلويح فيه يأتي فقط من موسكو، وهنا تحذيرات دائما في الداخل الأمريكي من تكرار استعمال هذه الورقة، لأنه موقف الإدارة الأمريكية واضح جدا فيما يتعلق بموضوع التهديد النووي، ناهيك عن موضوع الحرب النووية. لا يمكن أن يكون هناك أي منتصر بالدخول إلى أي مواجهة نووية، ولا يجب الخوض فيها أصلا، يعني هذه حرب لا ينتصر فيها أحد، والعالم كله وبأسره سيدفع ثمنها. هذه نقطة. نقطة أخرى، الإدارة الأمريكية بالحديث عن تجميد هذا الحوار، حوار الاستقرار الاستراتيجي بين الطرفين، يعني تبدو موسكو وكأنها تتحدث مع نفسها، لأن واشنطن قالت في أكثر من مرة أنها غير مستعدة للعودة إلى أي نوع من العلاقات الطبيعية مع موسكو ما لم تنتهي هذه الحرب في أوكرانيا، وأن تنخرط موسكو بمفاوضات جدية وبنية حسنة مع الطرف الأوكراني. نقطة أخرى لافتة للغاية مروج، الإدارة الأمريكية اعتبرت أننا دخلنا مرحلة أخرى جديدة من هذه الحرب، وطلبت من الكونغرس تمويل مالي كبير جدا لدعم أوكرانيا ب 33 مليار دولار، ويبدو أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي مستعدان لتلبية هذه المطالب، مطالب الإدارة الأمريكية في سابقة أخرى مرة جديدة، يعني الجمهوريون والديمقراطيون على صوت واحد فيما يخص تقديم مساعدات مالية غير مسبوقة وجلها مروج عسكري. نعم، شكرا جزيلا لمراسلينا من واشنطن مجدي يزجي ومفدنا إلى كييف إبراهيم الحسناوي، أشكركما.